مين؟ كان انا كان يعني كان لا العب اهلي زمالك اسماعيلي لان هم اكبر ثلاث انديه في مصر. فبعد كده قلت له طب هو مشاني؟ قال لي مشاك وانا مش عارف مشاك ليه. فطبعا انا كنت الاول كنت شغال عند اخويا في محل بلاي ستيشن وانا بلعب كوره عشان خاطر برضه اجيب مصاريف ان انا ايه لو نزلت يوم ولا يومين بقف في المحل عند اخويا تاخد يطلع لك منه قرشين يطلع لي منه كنت متفق مع اخويا وكده. اخويا بيقول لي انا عايز منك يا عم مثلا 100 جنيه كل يوم 120 جنيه ال 20 جنيه دي بتاعتك ليك انت وشطارتك انا وشطارتي فكنت ال 20 جنيه اللي كانت بتطلع لي ال 15 جنيه ال 10 جنيه كانوا بيطلعوا لي من اليوم في اليوم كنت بخليهم في جيبي عشان اسافر بيهم 10 و15 جنيه اشتغل عشان 10 و15 جنيه وكنت بفتح الساعه 10 الصبح بقفل الساعه 2 و3 الفجر عشان 10 جنيه في نهايه في اخر اليوم من 10 الصبح ل 3 الفجر وساعات لو كنت جبت ال 100 جنيه لاخويا بديها له وساعات ايام كان عندك كام سنه؟ كان عندي 19 امتى الكلام ده سنه كام تقريبا؟ يعني من 8 سنين 8 سنين تشتغل عشان 10 جنيه من الصبح لحد الفجر من يعني بتعمل ما بتعملش في اليوم مثلا 100 جنيه مثلا ولا ساعات كنت بعمل 80 90 80 90 كان كنت بحطهم بديهم لاخويا وكان اخويا ساعات هو بقى بيديني يعني لو انا ما مثلا ايه هما دول اللي انت عملتهم انا الشغل النهارده كان مريح شويه فكان بيديني بقى مثلا 10 15 جنيه 20 جنيه مين من شويه بتكلمي على الوالده هي اللي كانت بتصرف وهي اللي بتعمل وهي اللي بتراعي وهي اللي